احد اصحاب معارض السيارات اجوا شباب اثنين لشراء احد السيارات منه، فحصوا السياره بشكل طبيعي كانه دا يشترون السياره، طلبوا منه انه يطلعون حتى يفحصوها للسياره. ركب وياهم صاحب المعرض، اثناء السير قاموا باشهار السلاح عليه طالبين منه انه ينزل، انطاهم اللي بجيبه ايضا مبلغ من المال واخذوا السياره ايضا. والظاهر كان اكو سياره ثانيه منتظرتهم حتى تكمل هذه الجريمه. استطاعوا الهروب بعد ما اطلقوا عده عيارات ناريه باتجاهه، لكن ربما يعني لم يتم اصابته. مراسلنا محمد رزاق مشكور كان متواصل مع هذه الحادثه وتحدث الى شخوصها بشكل مباشر، خلونا نشوف. شكرا لك زميلي مازن، نحن الان في محافظه النجف وتحديدا في احد معارض بيع السيارات في المحافظه بعد عمليه سطو مسلح وتسليب لاحدى السيارات. سنلتقي باصحاب المعرض وصاحب السياره ايضا حتى نتعرف على هذه القضيه وتفاصيلها. الحمد لله على السلامه اخ ابو محمد. شنو اللي صار بهذه القضيه اذا تحب تذكر تفاصيل حول هذا الموضوع؟ اي مختصر مفيد. اول مره اشكر قناتكم قناه تغيير لقائكم ويانا. ثاني شيء نشكر القوات الامنيه تعاونهم ويانا تعاون جاد ولحد الان ما عافونا. ثالث شيء اجوا اثنين اجوا للمعرض، السياق المتعارف بالمعارض يجون يقلبون السياره، تقريبا خذوا ساعه او ساعه وربع يقلبون السياره واخذوا يعني الاجراءات كامله مال السياره شلون يعني قلبوها. هذه مال بيع، مال بيع. بعدين وصلت للتراي، أنا صاحب معرض الكوفة وشريكي قائد عبد الأمير شريكي بالمعرض، فإحنا ما عدنا سابق انذار وأي شيء ولا نعرفهم الأسلحة. ما عدكم حتى مثلا حالة مشابهة قبل؟ لا ما عدنا، ماكو بالمعارض كلها ماكو هيش حالة. فأمنا بيهم وطلعوا، هم اثنين ولد وطلعوا تراي بالسيارة، صعد شريكي وياهم بالسدر وطلعوا الساعة بالسبعة وثلث بالضبط المغرب، طلعوا بالتراي بسيارتي. سيارتي طبعا صار لها 13 سنه باسمي، هاي السياره استوني نويت ابيعها والجماعه اجوا اشتروها الجماعه. فطلعوا بالسبعه وستة وعشرين دقيقه خابرني قائد شريكي، قال قائد شريكي اللي طلع تراي وياهم، خابرني قال لي ابو محمد السياره انباقت وسلبت من عندي وضربوني طلقات ذولا وجماعه. تلقتنا سياره ثانيه ملكه بدون ارقام، ملكه سلفريه. فقلت له اخو ما بيك شيء، الحمد لله على سلامتك. قال ما بي شيء. قلت له اخذت ولي السياره. فطبق التليفون، انا راسا دقيت على 104، استجابوا الاسلام راسا 104، عمموها على السيطرات وتعاونوا وياي كل شويه. قبل ما انتقل للاخ قائد، اخ ابو محمد عندك فد رساله مناشده تحب توجهها عبر التغيير؟ اني عندي رساله اوجهها لمجتمعنا كله. واول شيء انا ناشد اللي الجماعه اللي سووا هاي السالفه، يعني سطوا مسلح على سيارتي وسرقوا سيارتي. ما خلوا حرمه شهر محرم الحرام. ثاني شغله ما خلوا حرمه للمقبره، وهي المقبره بصفنا 50 متر 60 متر. ثالث شيء ما خلوا حرمه للامام علي، واحنا بولايه علي بن ابي طالب، وما احترموا القوات الامنيه ولا احترموا العشائر. وحتى الثقه، يعني انت كل طيبه قلب وثقه خلاص، يعني مثل الاجراءات اللي صارت بيع السياره. فعلا والله العظيم ما عندنا كل مشكله، ولا اعرفهم ولا يعرفوني ولا اطلبهم ولا يطلبوني لاني ولا قائد، ولا عندنا كل مشكله وياهم. وانا اذا طلعوا يطلبوني او عندهم فد مشكله وياي، الله يشهد انا مش عليهم مفصلهم اعطيهم السياره حلال لهم. الحمد لله على السلامة أخ محمد. نلتقي مع الأخ قائد، هو يعني كان بالسيارة بوقت وقوع الحادثة. أخ محمد شنو اللي صار، عفوا أخ قائد شنو اللي صار معك بالموضوع؟ والله احنا تدري احنا نفتح يوم هنا على باب الله، أنا وعمار شريكي يعني مأمنين، لأن احنا لا واحد يطلبنا ولا عندنا فد شيء ولا عندنا مشكلة ولا عندنا أي طابة. يعني احنا هنا نتعامل يعني ويا الناس شلون واحد جاي لبيتك او مضيفنا، يعني اي طيبه قلوبه. فاجوا اثنين اشخاص عملوا على سيارتي وتكراوا الملكه باسم شركه عمار، اي وبقوا يعاملوا تقريبا ساعه ونص حتى جبنا لهم شاي وماي. اي وتدري ما شكيت انت بالموضوع؟ ما شكينا، لان ساعه ونص هم يتعاملون. تدري انتشرت الملكات يعني معلايه وما ادري شنو، ظلوا يركزون على هذا الشيء تفاصيل هواي. اي ف يعني بعد هيك وقت قريب المغرب اتفقنا على سعر، طلعت انا وياهم لان سياره احنا شركه، لو هو يطلع لو انا اطلع، هو كان رد يصل انا طلعت وياه، عدت بالصدر واحد يسوق وواحد صعد بالورا. فطلعنا طلعت رايح على المقبره احنا على الحولي، فقريب اكو استداره نرجع دائما نلوم بها ونرجع. بس قال له هذا اللي يسوق، قال لي الورا، قال له تعال نزل السوق انت تعرف لها. انا مش مدري بامان الله قاعد بالسياره. فنزل هذا، نزل فتح بابي
قال لي اعطيني اللي بجيبك، زين هم اثنين ما يقدروا لي شنو يطيق بجيبه، انا اريد اضربه ياكو ملك واقفه لي قدام، قلت ذولا طالعين تراي بها السياره، يعني الناس تطلع تراي على باب الله، يعني ما شكيت بالموضوع. فواقفين اريد هذا شفته اريد اخذ الفلوس جيبي، يعني بجيبي 12000 دولار. ايه فذاك الراس انفتح الجنطه طلع الرشاشه عليه. يعني موضوع مخطط اليه؟ مخطط اي طبعا مخطط. سحب الرشاشه سحب اقسام، بعدين تدري يعني قلت له هاي الفلوس واخذ السياره بس لا تقتلني. فذاك واكو واحد لازم باب الصدر قال له قتله. من قال له هيك بعدين تدري يعني الروح عزيزه. ايه يعني واقف هيك قال لي وخر عن السياره، سحب اقسام عليه، انا طيته ظهري راسا لان ما لحق يضربني. طيته ظهري وقمت اطفر بسرعه والعب زقزاق حتى الشحاط اذا بيته هاي، فهو قام يرمي عليه. مسافة هيك يعني حتى شروع بالقتل ما عليه، أنا حتى مرمى عليه وقفت هناك قلت اعتيادي لو حدت صواب انضربوا تاني دور جسمي الحمد لله. رأسا اتصلت على عمار قلت له سلبي تاني، رأسا هو نادى على 104 هم أخذوا السيارات وطفروا فيها.